قال رحمه الله تعالى: كتاب الاعتكاف. انتهى من كتاب الصيام، انتقل إلى الاعتكاف، لأن الغالب أن الصائم يعتكف، الغالب أن الصائم يعتكف، يجوز أن يعتكف وهو مفطر لا بأس، ليس الصيام شرطاً للاعتكاف. والاعتكاف ما هو؟ الاعتكاف لزوم مسجد تقام فيه صلاة الجماعة لذكر الله عز وجل، يجلس في المسجد، يقيم في المسجد للعبادة، صلاة التطوع، تلاوة القرآن، ذكر الله سبحانه، التسبيح والتهليل. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان، كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان تحرياً لليلة القدر، فلما تبين له أن ليلة القدر في العشر الأواخر نقل اعتكافه إلى العشر الأواخر من رمضان تحرياً لليلة القدر، وداوم على ذلك حتى توفاه الله عز وجل على اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. نعم. وهو سنة، الاعتكاف سنة ليس واجبا إلا بالنذر، إذا نذر أن يعتكف يجب عليه، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر في الجاهلية، نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. فدل هذا على وجوب الوفاء بالنذر، ودل على أنه لا يشترط الصيام للاعتكاف، لأن الليل ليس فيه صيام. نعم. ويجب بالنذر، يجب الاعتكاف بالنذر، إذا نذره يجب، لأنه طاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، والاعتكاف طاعة، فإذا نذره وجب عليه الوفاء. ولما ذكرنا من حديث عمر. نعم. وشرط صحته ستة أشياء، يشترط لصحة الاعتكاف ستة شروط انتبهوا لها. نعم. النية، النية، وهذا في كل عبادة، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلو جلس في المسجد يبي يتظلل، ولا يبي ينام، ولا يبي يرتاح، ولم ينوي الاعتكاف، لا يحصل على أجر الاعتكاف، لأنه ما نواه. نعم. والإسلام، ثاني الإسلام، فالكافر لا يصح منه عمل، والاعتكاف عمل وعبادة، لا يصح من الكافر. نعم. والعقل، ها؟ والعقل، والعقل، وهذا في كل عبادة، ما تجب العبادة ولا تصح العبادة إلا من عاقل، فالمعتوه الذي ليس له عقل، المجنون ليس له اعتكاف، لأنه ما يتأتى منه النية، يعني يشترط في العبادة النية، وغير العاقل ليس له نية. نعم. والتمييز، تمييز بأن يكون بلغ 7 سنين تصح منه العبادة، المميز تصح منه العبادة، تكون نافلة في حقه. فالمعتكف يشترط أن يكون مميزاً، أما لو اعتكف طفل دون 7 سنين ليس له اعتكاف. نعم. لأنه ليس له نية. نعم. وعدم ما يوجب الغسل، تزل لقوله سبحانه: ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد،
فلا يمس امرأته ما دام معتكفا. وأما أنها تأتيه تجلس معه وتحدث معه فلا بأس بذلك. وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يزرنه في معتكفه ويجلسن معه وتحدث إليهن. نعم. وكونه بمسجد، وكون الاعتكاف بمسجد لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فاللي يعتكف في زاوية أو في بيته هذا اعتكاف مبتدع ولا يصح. الاعتكاف إنما هو في بيوت الله عز وجل من أجل العبادة. وأما الخلوة التي تقطع عن الجمعة والجماعة فهذه محرمة. قد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لكنه لا يحضر الجمعة والجماعة، فقال هو في النار. هذه خلوة محرمة اللي تقطعه من صلاة الجماعة من صلاة الجمعة، هذه خلوة محرمة مثل الخلوات الصوفية التي ابتدعوها، يعني ما تجوز. نعم. ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة، أن يكون الاعتكاف في مسجد، وأن لا يكون هذا المسجد مهجورا بل يكون تقام فيه صلاة الجماعة. لأنه إذا لم تكن تقام فيه صلاة الجماعة فهو بين أمرين، إما أن يترك الجماعة ويبقى في معتكفه هذا حرام ولو كان أصله مسجد، وإما أن يخرج للجماعة في كل وقت وهذا يخالف الاعتكاف. فمن الأول والأصل يتخير المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة. أما الجمعة فليس بلازم، يجوز له يخرج للجمعة لأن الجمعة ما تتكرر كل يوم، إنما هي في الأسبوع مرة. نعم. ومن المسجد ما زيد فيه، المسجد كل، يعني تحديد المسجد كل ما هو داخل سور المسجد، كل ما هو داخل سور المسجد فهو مسجد، وأما ما كان خارج سور المسجد فإنه ليس من المسجد، وإن كان تابعاً ومرفقاً للمسجد فليس بمسجد. ما كان داخل السور والأبواب فهو المسجد، وما كان خارجه فليس له حكم المسجد. نعم. ومنه سطحه، إيه سطح المسجد من المسجد، فيعتكف في السطح ما في بس. نعم. ورحبته المحوطة، المحوطة، أما غير المحوطة فليست من المسجد ولو كانت من مرافق المسجد. نعم. ومنارتها التي هي أو بابها فيه، ومن المسجد المنارة، المنارة إذا كانت في المسجد فهي من المسجد، أو خارج المسجد، المنارة خارج المسجد ولكن بابها على المسجد فهي من المسجد. وكذلك الحجرة التي بجانب المسجد إذا كان بابها على المسجد فهي من المسجد، إن كان بابها على الشارع وليس لها باب على المسجد فليست من المسجد. نعم. ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين، إذا نذر الاعتكاف في مسجد، في مسجد معين، في مسجد معين لم يلزمه ذلك، بل يعتكف في أي مسجد تقام فيه الصلاة، لأنه لا ميزة لمسجد على مسجد آخر، إلا إذا عين أحد المساجد الثلاثة، مسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى،
فإنه يتعين ولا يعتكف في غير المسجد الذي عينه منها من هذه الثلاثة. نعم. قال: ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر. والمساجد الثلاثة تتفاضل، أفضلها المسجد الحرام، أول بيت وضع للناس، ثم المسجد النبوي بالمدينة، ثم المسجد الأقصى. فإذا عين المسجد الحرام لم يجزي في غيره، إذا عين المسجد الأقصى يجوز أن يعتكف في المسجد النبوي لأنه أفضل من المسجد الأقصى. إذا عين المسجد النبوي يجوز أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل منه، أما العكس لا، ما يتحول من الفاضل إلى المفضول. نعم. قال: ويبطل الاعتكاف. مبطلات الاعتكاف، عرفنا شروط الاعتكاف، ننتقل إلى مبطلات الاعتكاف. نعم. ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر. أي نعم، إذا خرج لغير عذر، راح يبي يحضر حفل ولا يحضر زواج ولا، يبطل اعتكافه. نعم. وبنية الخروج، وكذلك طلع يبي يروح مع الجنازة، شيع الجنازة يحضر دفنها، يبطل اعتكافه، يبطل اعتكافه. أو يبي يزور صديق، يبطل اعتكافه. أو يزور مريض، يبطل اعتكافه. نعم. وبنية الخروج ولو لم يخرج. إذا نوى الخروج، نوى لأنه قطع النية، إذا نوى الخروج بطل ولو لم يخرج، فيبدأ اعتكافاً من جديد إذا أراد. نعم. وبالوطئ في الفرج، هذا أصعب ما يكون، إذا وطئ امرأته بطل اعتكافه. ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج، وبإنزال المني لشهوة، إذا باشر زوجته فأنزل فهذا له حكم الوطئ، يبطل الاعتكاف. نعم. وبالردة، ويبطل كل الأعمال تبطل بالردة والعياذ بالله، الردة عن الإسلام. فلو تاب ورجع إلى الإسلام يبدأ الاعتكاف من جديد، وأما اعتكافه الأول فبطل بالردة، قوله سبحانه: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالردة تبطل الأعمال. اختلف العلماء، لو تاب إلى الله هل ترجع إليه أعماله التي قبل الردة أو بطلت ولا ترجع؟ على قولين، القول الأول أنها تبطل، القول الثاني أنها لا تبطل، إذا تاب إلى الله رجعت إليه، لأن الله شرط في بطلانها، قال: فيموت وهو كافر. فإذا تاب قبل الموت رجعت إليه أعماله الصالحة، فلا يعيد الحج الذي حجه قبل الردة، ما دام أنه تاب إلى الله ورجع إلى الإسلام حجه الأول صحيح، يرجع إليه ثوابه وأجره. والقول الثاني أنه لا بد أن يعيد الحج لأن حجه الأول بطل. نعم. وبالسكر، بالسكر والعياذ بالله، إذا تعاطى مسكراً زال عقله بطل اعتكافه لانقطاع النية، نية الاعتكاف. نعم. قال: وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن. وحيث بطل الاعتكاف. نعم. وجب استئناف النذر المتتابع. نعم، إذا بطل الاعتكاف
بشيء مما ذكر من المبطلات، وهو اعتكاف نذر، واجب عليه الاعتكاف في النذر، إذا بطل وجب عليه يعني تجديد الاعتكاف وفاء بالنذر، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. أما الاعتكاف التطوع فهذا لا يلزمه إعادته من جديد. نعم. غير المقيد بزمن ولا كفارة. أعد. وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع. وجب استئناف النذر ابتداء من جديد لأجل يفي بنذره. نعم. المتتابع إذا نذره متتابعا، أما إذا نذره ولم يشرط التتابع فإنه يبني على ما سبق فلا بأس. نعم. غير المقيد بزمن، مقيد بزمن إذا انتهى الزمن انتهى النذر. نعم. ولا كفارة. نعم، ولا كفارة عليه في ذلك، بل يبطل وخلاص. نعم. وإن كان مقيدا بزمن معين كان نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان. نعم. استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل. إذا نذره في وقت معين ومضت الوقت المعين مضى وانتهى، يقضيه مع كفارة يمين عوضا عن الوقت الذي فات عليه. نعم. قال: ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط. حاجة، إذا خرج لحاجة هذا لا يؤثر على الاعتكاف، كأن خرج لقضاء حاجة لوضوء فلا، هذه أمور ضرورية، أو خرج ليأتي بطعامه أو شرابه ما عنده أحد يجيب له ما يخالف لا بأس. نعم. أو طهارة واجبة. نعم. أو لإزالة نجاسة. أو أصاب ثوبه نجاسة وخرج ليغسلها أو يستبدل بثوب طاهر لا بأس، هذا لعذر. نعم. أو لجمعة تلزمه. أو لجمعة، قلنا أن خروجه للجمعة ما يؤثر على اعتكافه لأن الجمعة لا تتكرر. نعم. أو لجمعة تلزمه. تلزمه يعني هو غير مسافر مثلا وغير مريض. نعم. ولا إن خرج للإتيان بمأكل أو مشرب لعدم خادم. نعم، عرفنا هذا. وله المشي على عادته. قال: وله المشي على عادته، يعني إذا خرج لحاجة ما نقول هركض، لا، يمشي على عادته على راحته ما يخالف. نعم. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما. نعم، يعني ينبغي لمن دخل المسجد لصلاة أو لقراءة فإنه ينوي الاعتكاف ولو كانت المدة يسيرة ليحصل على أجر المعتكف، أما إذا لم ينوي الاعتكاف ليس له في ذلك أجر، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. نعم. انتهى الكتاب حفظكم الله تعالى. وانتهينا أيضا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.